الأمور نوعا ما هادئة في العراق، الفصائل في العراق توقفت عن استهداف القوات الأمريكية، وهذا صدر في أكثر من بيان أيضا من القيادة المركزية الأمريكية مع رغبة إسرائيل بالتقدم لرفح. هل تعتقد بأن ممكن للعراق والساحة العراقية أن تلتهب مرة أخرى؟ ربما في أي وقت يمكن أن يحدث ذلك، يمكن للساحة العراقية أن تندلع من جديد. فهذه الجماعات جماعات حليفة لإيران، وأعتقد بأنها تأخذ أو تتلقى أوامرها الاستراتيجية من إيران، ولكن عمليا هم قادرون على العمل بمفردهم. وهناك جماعات أخرى أيضا بالضرورة لا تذعن لطهران بنفس الدرجة. فإذا نعم، يمكن فعلا أن تشتعل المنطقة بعد أسبوعين هادئين، أو العراق أعتقد بأن الإدارة مسرورة وراضية حول هذين الأسبوعين، ولم هناك بعض الأقوال حول إنهاء الولايات المتحدة أو الحلف لإنهاء وجودهم هناك، أو ربما هذا يهدئ من الأمور، وربما التعليمات التي تأتي من إيران هي تهدئة هذا الأمر بعد ضربة كتائب حزب الله في بغداد. ولكن نعم، أعتقد بأن هذا يمكن أن يشتعل من جديد في أي وقت. هذه الميليشيات عملها الأساسي تمليه عليها إيران، وهو أن تحاول طرد الولايات المتحدة من المنطقة وأن تنهي النفوذ الغربي من أجل الطموح الإيراني. إذا كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم عبر السكايب من واشنطن، مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى السيد ديفيد شينكر، شكرا جزيلا.